النهارده للاسف الشديد منذ ساعات بسيطه وقع حادث مؤلم على طريق السخنه الجلاله. الحادث كان مؤلم للغايه لانه طلاب كليه الطب جامعه الجلاله كانوا راجعين في الاتوبيس والاتوبيس انقلب بهم، وحتى الان هذا احصاء مبدئي اللي قدامكم على الشاشه ده احصاء مبدئي بس، يا رب ان شاء الله ما يزيدش عن كده. لكن من بشاعة الحادث والفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي اللي أنا شفته من شوية يبدو إنه الأرقام هتزيد، 10 طلاب ماتوا و28 إصابة بشكل مرعب. يعني أتوبيس كان فيه 50 طالب. وعايز أقول لك إن أنتوا عارفين، كلنا عارفين طبعا، جامعة الجلالة جامعة خاصة يعني، وطلابها كلية الطب دول اللي هو يعني إما إنه شاطر لو هو في كليات حكومية، أو إن أبوه كان عنده حلم إنه يبقى دكتور فعشان كده باع الغالي والرخيص عشان يدفع له تمن الجامعة. فيا رب يا رب يربط على قلوبهم، يا رب يربط على قلوب الوالدين، يا رب اللي فقدوا أولادهم، ويعافي المصابين يا رب، ويرحم الشهداء اللي ماتوا النهاردة. خلينا أوريكم فيديو لهذا الحادث البشع اللي أنا والله بعتذر للمرة التانية إن أنا كل يوم حظي السيء ان انا افتتح الحلقه بمثل هذه الفيديوهات. مفيش نجر يا اسطى. انا طلعت لما تعبت نجر ايه؟ قول له قول له الساحت اتوبيس مش طالب يا جدعان. كويس ان الزملاء ما جابوش الفيديوهات التانية. انا الحقيقة شفت فيديو تاني وفيه جثث كثيرة جدا متناثرة الحمد لله برضو. طبعا انا يعني متخيل كويس جدا اولياء الامور دلوقتي عاملين ايه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحفظهم. شوفوا يا جماعة أسوأ حاجة في الدنيا من وجهة نظري إنك تتاجر بأحزان الناس وألمهم، وقدر المستطاع ما هيش فروسية مننا ولا حاجة ولا أخلاق ولا بتاع، لكن اللي احنا شايفينه إنه ده أبسط البسيط في هذا الزمن العجيب إن احنا نحترم أحزان الناس. كان المفروض إن أنا أطلع أتكلم على الأخ اللي صرف 200 مليار وفرتكه 2 تريليون آسف 2 تريليون على الطرق والكباري في مصر، وأقول له وأجيب له بقى كل الحوادث اللي حصلت اللي هو مسؤول عنها يعني. لكن والله ليست هذه هي اللحظة المناسبة نحترم أحزان الناس وألمهم. في على الأقل خلاص لحد دلوقتي 10 أسر فقدوا البسمة والأمل. بقول لكم ده كان بالنسبة له هيبقى مشروع مستقبله، مشروع حياته. الأب أنتوا عارفين كلنا آباء يعني مشروعه دايما بيبقى في أولاده، مهما حقق نجاح لنفسه لذاته بيبقى مشروعه ممتد لأولاده. فالنهارده بيفقد 10 آباء و10 أمهات فلذات أكبادهم، وربنا يحفظ المصابين الباقيين. فلا مجال الحقيقه للمزايده، ربنا يشفيهم يشفي المصابين يا رب، ويرحم الموتى ويربط على قلوب والديهم.